والآن مشاهدينا نتعرف على أحوال الطقس. مرة أخرى نعود إلى رجائي. رمزي، إليك رجائي. شكرا رهام، شكرا آية. مشاهدينا، توقعات أخبار الطقس نتابعها في هذه النشرة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء. هذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات في مصر. نبدأها بالقاهرة العظمى، فيها 12، أما الصغرى ف6، الإسكندرية 13، 9، مطروح 12، 7، بورسعيد 13، 7، الإسماعيلية العظمى فيها 13 والصغرى 7، أما السويس ف13 العظمى فيها، أما الصغرى فيها ف7، العريش 12، 7، طابة 14، 10، شرم الشيخ 18، 12، الغردقة العظمى فيها 18 والصغرى 12، الأقصر 18، 6، أسوان 18، 7، الوادي الجديد 18، 5، الشلاتين 21، 10، حلايب العظمى فيها 20، أما الصغرى 11. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.